لقاو على ان هذا النوع ديال البنايه الطينيه كيمكن لها تعزل البيت على الحراره الخارجيه لواحد المده 14 ساعه، كتحمي البيت من الحراره الخارج ديال الصيف اللي كتكون مرتفعه كنعرفوها فوق الربعينات، فبالتالي كتحمي ان اي ان كيكون محافظ على واحد الرطوبه واحد البروده في الصيف. ففي الشتاء الصيف الثاني اللي هو عكسي، لما كتكون البروده الخارجيه ولو على قله الشمس، والطين معروف انه يمتص الحراره وكي هو خزان الحراره كيحافظ عليها. الإجارة